الألفة والمحبة والإفطارات الرمضانية ما بتخلص، واليوم إفطارنا رح يكون في جمعية الاتحاد النساء العربي في مدينة رام الله وبلدة البيرة تحديداً. وهالمبادرة كانت من شباب وصبايا فلسطينيين حبوا إنهم يشاركوا أمهاتنا في مثل هاي الجمعيات بالإفطار والفعاليات الرمضانية. سوا منتابع. قبل ما نعيش أجواء التحضيرات للإفطار اليوم، خلونا أكثر نتعرف على جمعية الاتحاد النساء العربي من خلال مديرة الجمعية السيدة منتهى جرار. جمعية الاتحاد النساء العربي في مدينة البيرة هي أول جمعية نسائية تأسست في مدينة البيرة، واللي أسستها المرحومة سميحة خليل قبل ما طبعاً انعش الأسرة بعشر سنوات. طبعاً هي جمعية خيرية غير ربحية، بدأت هي بتعليم الفتيات الخياطة، وكان فيها مدرسة أطفال وروضة أطفال، ولكن في 72 لقيت أنه المجتمع بحاجة، فئة بحاجة إلى رعاية اللي هو أخواتنا وأمهاتنا المسنات. في 72 أسسوا هذا البيت اللي هو استوعب 12 مسنة أخت وأم مسنة، وفي سنة 1984 توسع المكان، فالآن بيستوعب المكان إلى 30 أم وأخت مسنة، يقدم لهن العناية التغذوية والصحية والنفسية والترفيهية. رمضان هو بتزداد الفعاليات والنشاطات من قبل المجتمع المحلي وخاصة من فئة الشباب. احنا اليوم جايين يعني فطور جماعي مع المسنات، لانه يعني اكيد جزء من المجتمع، وبنعرف انه الواحد لما يكبر رح يصير يعني رح يصير في حالتهم، فالواحد لازم يقدم لحياته، مش ضروري لناس ثانيين. واحد صعب يعمل اشي يقدمه لبلده، فهذا من اخف الشغلات، ويعني خليش ممكن نعمله للبلد. خالته مقبولة، ايش بتعملي؟ نطبخ بأوزي عشان نفطركم اليوم أوزي. يا عيني يا عيني، ايش هي الأوزي؟ الأوزي أول إشي رز، مكوناتها رز وبازيلا وجزر، لحمة مفرومة وبازيلا وجزر. طبعا للتزيين بدنا نحط لوز ونحط يعني معسكر روائح. رمضان بحد ذاته مميز. شو أكثر يعني الأكلات اللي بيحبوها يعني ياكلوها برمضان؟ احنا بنركز لهم أكثر إشي على الشوربات في رمضان. شوربة فريكة بنعمل، شوربة خضرة كثير مفيدة وزاكية، شوربة عدس، شوربة شعرية. المبادرات اللي بتصير من الشباب والفعاليات اللي بيجوا بيعملوا إفطارات جماعية هون، كيف بتفاعلوا معها برأيك؟ هم بغيروا جو، يعني بشوفوا وجوه جديدة، بدل ما كل يوم نفس الممرضات والمشرفة اللي هي أنا والكل، بيكون بشوفوا الزوار، بنبسطوا في الزوار كثير، يعني بحسوا كأنهم طلعوا، كأنهم غيروا جو. صار موعد الإفطار، نترككم وراجعين. المال حلوة واللي جمعت شبابنا وأمهاتنا على مائدة إفطار واحدة، حبت هالمجموعة الشبابية تدخل الفرحة والبسمة على قلوب المسنات من خلال مجموعة من الفعاليات والفقرات الفنية. حابين إحنا نقعد معهم، نحاول ندخل الفرحة والبهجة على قلوبهم، نكون معهم، نحسسهم إنه إحنا معهم،
طبعا عشان معروف انه شهر رمضان هو شهر تجمع ومحبة، فبيحتاج انه يكون في حدا حواليهم، فحابين نعمل لهم فقرة فنية يغنوا يرقصوا. جينا كمان نوجه رسالة للشباب ولمجتمعنا بشكل عام، انه على أهمية وعلى ضرورة انه احنا نهتم في هذه الفئة اللي هي فئة المسنين. هذه النشاطات وهذه الفعاليات كثير مهمة وضرورية في موضوع انه كيف ان احنا نعمل رابطة قوية في مجتمعنا، ونشاطنا اليوم بأكد على الأوصال وعلى الرابطة الاجتماعية. بالنسبة إلي عشان يعني الواحد بيساعد ناس زي هدول، بيحتاجوا إنه تلاقوا المجتمع تاعهم جنبهم عم بيساندهم عم بيكون معهم في هاي الأيام خصوصا. إشي كتير 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 حلو أنت عم تحسي فيه، إنه الناس اللي بالك أنت عم تسعديهم بطريقة كتير بسيطة. العيد هو ميزة من ميزات الأيام الأخيرة في شهر رمضان، وفي الجمعية من هلأ بلشت التحضيرات لاستقبال عيد الفطر بأطيب معمول من إيدين نسائها واللي زينوه بأحلى اللمسات. نعمل كعك العيد زي ما انت شايفة. تستمتع وانت بتعمليه؟ نعم صحيح. لانه بتحسي باجواء العيد، يعني عارفة شو؟ انا لانه عندي هواي بهاي الاشياء لسه كمان بحس اكتر اني مبسوطة. كعك العيد بيعطيكي اجواء هيك المشاركة لما بنكون مع بعض، عارفة؟ اللمة، يعني بتحسي في متعة في العمل، نقشي وبتحشي وهيك مبسوطة. احنا بنحط فيه مثلا في الكعك هذا، في ناس بيحطوا مسكة ومحلب بس، وبنحط ماء زهر وماء ورد، وفي ناس بحطوا في دكة اسمها دكة المعمول اللي بتبقى كمان شوما ريانسون. الضحكة والفرحة الممزوجة بالأجواء الرمضانية، ختامنا ما بيكون إلا بدعوة رضا وشفا لأمهاتنا في كل مكان، واللي منتمنى الله يطول بعمرهم ويضلوا مزينين هالشهر وكل شهور السنة بابتسامتهم ولمتنا حواليهم.